بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحياة في كل مكان. لقد أثبتت التحاليل التي أجراها العلماء على النيازك المتساقطة على الأرض أن هذه النيازك محملة بمواد عضوية وهي أساس الحياة، ويسقط كل يوم 300 كيلوغرام تقريبا من هذه المواد على الأرض. ولذلك فهم العلماء نظرية جديدة يؤكدون أن الحياة مبثوثة في كل جزء من أجزاء الكون، وهذا ما أشار إليه القرآن قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذ يشاء قدير، سورة الشورى آية 29. قد بدأ العلماء نشاطاتهم بالاستكشاف حياة بدائية على سطح بعض الكواكب. ربما يأتي ذلك اليوم الذي تجتمع فيه مخلوقات فضائية مع سكان الأرض، والله أعلم.